شلونكم أغاتي؟ اليوم راح نحكي على عاشوراء والحزن على الإمام الحسين في الجيل الماضي. قبل كل شيء أود أن أؤكد هنا، وأنا حكيتها أكثر من مرة في هذا البرنامج، أن بغداد مدينة منفتحة من البداية، بيها خليط جميل ومنسجم من المكونات والعقائد والنزعات، وهي أيضا مدينة بسيطة مع بساطة أهلها. ما كانت طقوس الحزن تجري بهاي الضخامة وأحياناً مبالغة، كانت الطقوس بسيطة مثل بساطة الناس. كان رجال الدين بالعهد يعني الجيل الماضي يوقفون بوجه كل إخلال أو غلو أو يعني التطرف بهاي الطقوس. أتذكر إن جيداً إن التطبير مثلاً ما كان يجري بهاي السعة، يعني المشاركة الكبيرة بالتطبير، كما كانت يعني زيارة الأربعين أقل بكثير مما سنشوفه اليوم. أتذكر جيداً أن النساء ما كانوا يروحن مشاية الكربلاء بزيارة الأربعين، إلا النادر اللي طالبة نذر أو عندها قضية تطلب من الإمام كانت تروح مشي عندما تعتقد أن النذر أو الإمام وفى نذرها. بليلة عاشوراء كان أهل بغداد قسم منهم يروحون إلى الكاظمية، والباقين يظلون بمحلاتهم، يعني أيام العشرة محرم الباقين بمحلاتهم. وبليلة العاشر بالمحرم هي يسموها ليلة الطبق، كانوا الناس تبقى للصبح، خصوصا الشباب والشابات يظلون للصبح يسموها حجة، وكانوا ينشدون الانشودة مالتهم حجة للصبح ما نام بعيوني ملح ما نام. أتذكر المواكب اللي كانت تروح إلى كربلاء أو مواكب يعني تروح إلى الكاظمية كانت مواكب محلات أو مواكب أصناف المهن. ماكو موكب العشيرة الفلانية والطائفة الفلانية، كان مثلا على محلة موكب الشواكة، الكريمات، باب السيف، الشيخ بشار، الصدرية، الدهانة، ومواكب أصناف المهن، موكب القصاصيب، موكب الشركشيه، موكب الحداحده، موكب النجاجير، موكب الحمالين. ما كانت اكو يعني موكب عشيره فلانه او عشيره او الاسره الفلانيه، بسبب ان المجتمع البغدادي هو مجتمع مدني يعني غير عشائري، يعني بالمعنى المتداول بهاي الايام. اتذكر كان التجمع خصوصا لاهل الرصافه كانوا يتجمعون بساحه العوينه. ساحه العوينه هي الان امانه بغداد في شارع الجمهوريه، كانت ساحه كبيره، كانت هاي تفلشت الأبنية القديمة بنهاية الخمسينات على أساس ينبني المجمع المدني في هذه المنطقة، وبقت ساحة كبيرة الآن هي أمانة بغداد أو دائرة إسالة الماء. كانوا يجون المواكب اللطم من جامع الخلاني، وكان تجي مواكب الدراويش والصوفية من الشيخ عبد القادر، وكلهم يتجمعون بهاي الساحة ويؤدون ما عليهم. بعدين تصير التشابيه كانت هاي الساحة الكبيرة. محلات بغداد أعتقد جميعا تحتفل بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. كانت الأكلات المشهورة في شهر محرم الهريسة والتمن وقيمة والطرشانة وأنواع هاي المعجنات اللي الآن قليل منها باقي، مثل الشرك والكعك والبقسم وما إلى ذلك. أتذكر القرايات في جانب الكرخ، القرايات الكبيرة كانت في مكانين، مكان بعلاوي الحلة قريب من سينما بغداد، كان بقهوة ناصر حكيم، وقراية في سوق الأمانة بالشواكة، يعني بسوق القصاصيب بالشواكة. كان أتذكر من القارئ، يعني من قرايات المهمة، كان القارئ الكبير الملا جاسم النويني من هالطويريج، كان هذا قارئ كبير وصوته شجي، وأيضا القصائد مالته مبطنة بقضايا سياسية وثورية. أتذكر بعد يعني مثلا نكسة حزيران كانت القصائد كلها يعني فيها تحرير وفيها إشارات إلى ما حل بالعرب وما حل بقضية فلسطين، إضافة إلى القرايات بالحسينيات. كل منطقة بها حسينية تؤدى فيها يعني طقوس شهر محرم الحرام في هذه الحسينيات. أتذكر كانت المجالس والقرايات يعني مجالس رصينة بها هدوء،
ما يعني ماكو حركات وتقمز وصياح وما شنو، والقاري ما يقبل، ما يقبل واحد يحكي وما يقبل واحد يتحرك حركة غير صحيحة بالقراية. وكانت هاي القرايات وفق ألحان مؤثرة ولطم بوتيرة، ويعني أتذكر كل زين القرايات المشهورة في بغداد كانت منظمة، الناس قاعدة من يعني على الكراسي والقراية بنص هاي المكان، وال يعني بوتائر معينة ومعروفة. وأتذكر كانت أكو قرايات باللغة العربية الفصيحة من يمشون، ذكر القصيدة المشهورة كربلاء لا زلت كربا وبلا، قتلوا فيك أبناء المصطفى، كم على تربك لما صرعوا، من دم سال ومن دمع جرى. أو مثلا كانت القصيدة لله من أقمار أفن بكربلاء، كانت هذه القصائد معروفة بالمواكب البغدادية. أنا بنهاية هذه الحلقة أؤكد على أن طقوس وتقاليد الحزن على أبي عبد الله الحسين كانت بسيطة، ببساطة الحياة، لا بها مبالغة ولا غرائب، لكن ما بها ما يدل على الاحترام والرصانة والهدوء واحترام هاي المناسبة الجليلة من تاريخنا ومن تراثنا الشعبي. ولهنا بتخلص حكايتنا لهذا اليوم في مع الله غاتي. لا تنسونا بإعجاباتكم وتعليقاتكم، شاركونا.